بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 65 بعد 100. نتناول آيات من سورة التوبة. كنا نتحدث عن عمارة المسجد، وذكرنا أن المؤمن الحق هو الذي يعمر المسجد، يعمر المسجد بالصلاة أولا، يصلي في المسجد، ثم يعني يصعد ليعالج الناس إذا كان طبيبا، يصلي في المسجد في صلاة الجماعة، ثم يعلم الناس إذا كان معلما في فصول التأوية وغيره، يصلي في المسجد ويعمل مشروعات اللي هو عايزها، تفصيل، خياطة، تعليم الناس السباكة، أي حرفة. المهم إن المدرب والمتدرب يصلون في المسجد. يبقى المسجد هو الأساس، المسجد هو أساس مشروعاتنا وعلاقتنا بالله أولا. ولا خير في عمل يشغل عن الصلاة، لا خير في تدريس ولا مدرس، ولا خير في طلبة سمعين الأذان بيأذن وبيصلوش، ولا خير في مشروعات أقيمت فوق المساجد وأهلها لا يصلون، لا خير فيهم ولا بركة أبدا. عشان كده ربنا بيقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، هل يا ترى أنا أعمر المسجد وأقعد في المسجد وأخدم الناس في المسجد أفضل، ولا أخرج أجاهد في سبيل الله أفضل؟ دي دخلنا في موضوع مهم جدا. يا ترى أروح أعمل عمرة وأعمل حج وأعمل عمرة وأعمل حج، كل شوية حج وعمرة حج وعمرة، ولا أقدر في عمل تاني أفضل من الحج والعمرة المتكررة؟ الحج والعمرة الفريضة أنت مأمور بالفريضة مرة واحدة في عمرك، الحج والعمرة مرة واحدة في عمرك، بعد كده بقى عمرة وحج وعمرة وحج وعمرة فيها حاجات تانية بقى. إزاي؟ قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيله. يبقى كأنك أنت قاعد تسقي الحجيج في المسجد وعمارة المسجد، لدرجة أن بعض الناس يقولك الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ما شاء الله، ده حجة الفريضة، ده اللي دافع آلاف مؤلفة وسايب بلده وشغله عشان يصلي في المسجد الحرام. لكن لو حضرتك جار المسجد الحرام وصلي في المسجد الحرام كل يوم، صلاتك في المسجد الحرام زي صلاة أي مسلم في أي جامع في الدنيا. إنما يضاعف الثواب على قدر النفقة وقدر المشقة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ لا طبعا. أمال مين الأفضل؟ مين الأفضل؟ اللي بيصلي في المسجد الحرام ولا اللي خارج في سبيل الله؟ طبعا خارج في سبيل الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا، سمع كلام ربنا في سورة التوبة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من اللي قاعدين في الجامع الحرام مسجد الحرام ليل نهار. أعظم درجة، أعظم درجة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ولذلك سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا أبو الدرداء وقد آخى رسول الله بينهم في الجاهلية، لكن العلماء قالوا إن سلمان الفارسي كان أفقه من أبي الدرداء. أبي الدرداء رجل مؤمن جدا. أبو الدرداء بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام راح قعد في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وعارف إن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فقعد يصلي في المسجد الحرام عشان العداد يعد 100,000 صلاة كل مرة. أما سلمان الفارسي فانطلق في أرض الله في البلاد يعلم الناس القرآن والحديث والخير. وبعدين طبعا أنا قلت لكم إن سلمان الفارسي وأبو الدرداء كان أخوين، آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان من المهاجرين وأبو الدرداء من الأنصار. فالمهم إنه بعد ما مات حضرة النبي وراح أبو الدرداء قعد في المسجد الحرام عشان الصلاة هناك ب100,000 صلاة، وسيدنا سلمان خرج يعلم الناس الخير وجهد في سبيل الله. كتب أبو الدرداء لأخيه سلمان الفارسي يقول له هلما إلى الأرض المقدسة، تعال هنا الصلاة عندنا ب100,000 صلاة، ده الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، هلما إلينا، تعال يا سلمان صلي في المسجد الحرام. فكتب إليه سلمان، بص الفقه بقى، بص الروعة. كتب سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء يقول له إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما تقدسنا الدعوة، تقدسنا أعمالنا. وتلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. افقه الصلاة ب100,000 صلاة للي طالع دافع آلاف مؤلفة ومسافر وسايب بيته ومتغرب دافع آلاف عشان يروح ياخد آلاف الحسنات، إنما أنا قاعد هناك أصلي هناك زي أي جامع في أي حتة، في أي واحد بيصلي في أي حتة. إنما الجزاء على قدر المشقة. وربنا قال بقى مين اللي أحسن، اللي قاعد في الجامع بيصلي ب100,000 صلاة ولا اللي خارج في سبيل الله بيعلم الناس القرآن والحديث والخير؟ قال لا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. افهم يبشرهم ربهم
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم ومقيم، لهم فيها نعيم مقيم. ربنا يجعلني وإياكم منهم، من الناس اللي بيتحركوا يعلموا ناس القرآن في البلاد وينشروا الفقه وحب. يا سلام لما ناس تحب كلام ربنا، ما فيش أعظم من كده. يا سلام لما الطلبة والطالبات كل واحد فيهم حاطط المصحف فوق الكتب، وقبل ما يبدأ المذاكرة يقرأ صفحة صفحتين. إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ هو ده العلم. نعلم الناس إن لا كتاب يعلو فوق كتاب الله، ونعلم أولادنا إن القرآن أهم من العربي والحساب والماث والساينس، وأهم من كل علوم الدنيا. كلام ربنا أهم، والله العظيم كلام ربنا أهم. يعني لدرجة إنه من 30 سنة أو أكتر كان في بعض زملائنا بيتشدقوا في الجامعة، احنا أساتذة الجامعة، بعض زملائنا في الجامعة كانوا بيتشدقوا لك المستقبل للغات، المستقبل للكمبيوتر، احنا عايزين نودي أولادنا يتعلموا لغات. كل الناس ودوا أولادهم يتعلموا لغات ويتعلموا كمبيوتر، وبعدين قاعدين جنبنا دلوقتي كمبيوتر ولغات وقاعدين معنا في البيت. 10 مليون عاطل في دولة واحدة، 10 مليون عاطل في دولة واحدة معهم كمبيوتر ومعهم لغات. لكن اللي حافظ كلام الله، اللي صوته جميل بالقرآن، ده عملة نادرة، الدول كلها بتلقطه كده. يبقى مين أغلى بقى؟ مين أغلى؟ الكمبيوتر والساينس والإنجليزي واللغة والبتاع، ها، زي الهبل اللي خدعونا من 30 سنة، ولا كلام الله الغالي؟ النهاردة اللي حافظ قرآن وصوته جميل عملة نادرة، عملة نادرة يلف العالم كله. أغلى كلام في الدنيا كلام ربنا. عشان كده ربنا بيقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله؟ لا، لا يستوون عند الله. اوعى تقعد لي في الجامع، لا، اتحرك، علم الناس الخير في الأسواق، في القهاوي، في الأندية، في الأندية، على الشاشات، اتحرك بدين الله. الجندي يغير موقعه ولا يغير مبادئه. كلام ربنا غالي قوي، كلام ربنا غالي قوي، واللي حافظ كلام ربنا اغلى من اللي حافظ ساينس وماس وكل علوم الدنيا. اه والله العظيم. اجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيله؟ لا، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة، اعظم درجة عند الله، واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم. يا اللي معاك القرآن، يا اللي بتحب القرآن وبتحب تعلم الناس الخير، ده انت وريث الأنبياء. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها، إن الله عنده أجر عظيم. يا رب اجعلني وإياكم منهم. حبهم، خلي أولادنا يحطوا المصاحف فوق الكتب، ابنك وبنتك المصحف فوق الكتب. قبل ما نبدأ مذاكرة ناخد المصحف ونقرأ صفحة صفحتين ربع ربعين، ها، نستفتح بالذي هو خير، نستفتح بالذي هو خير، ويتعلم ابني يتعلم بنتي ان اغلى كلام في الدنيا وكلام ربنا. يا سلام، يا سلام، عشان الخلود، الخلود اللي معاه كلام ربنا خالدين فيها ابدا، ان الله عنده اجر عظيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خلي بالكم، هيجي زمان تختار اخواتك واهلك، ساعات يختاروا الفتن، ساعات اليومين دول تلاقي في الاسره الواحده، في العيله الواحده، ناس مع الفتانين وناس مع المؤمنين، في العيله الواحده، في الاسره الواحده. طب افرض بقى ان نص عيلتي مع الفتانين والقتلة ونص التانين مع المؤمنين، ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. اللي بيأيد القاتل قاتل، واللي بيأيد المشرك مشرك، واللي بيأيد العاصي عاصي. اللي بيدافع عن بتاع المخدرات هيحشر معاه، اللي بيدافع عن المجرم هيحشر معاه، من احب قوما حشر معه. اه والله العظيم. اللي بيدافع عن الظالم ظالم، واللي بيدافع عن القاتل قاتل، واللي بيدافع عن المجرم مجرم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وتيجي آية فاصلة، فاصلة، بتحب أبوك وأخوك وأمك أكتر من ربنا، أنت رايح النار معاه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم والعيلة وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونه، إذا كان ده كله أحب إليكم من الله ورسوله، طب ما كلنا بنحب إخواتنا وأبائنا، بس إن ضلوا لا، سلام عليكم، فعش. إن قل إن كان، شوف الآية فاصلة وقاتلة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها، خايف على البيت، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، استنوا بقى لغايه ما تيجي الصاعقه تموتكم انتوا في بيوتكم، فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ايه نصره، انت مع مين؟
أهلي ولادي وإخواتي مع الشرك والظلمة، خلاص أنا الأول للفراق، ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى ينصر عباده بالصبر واليقين. ربنا هينصرك يعني هينصرك، بس اوعى تصاحب حد ينصر أعداء الله، ولو كان أبوك أو أخوك أو ابنك أو مراتك، لا لازم تقف مع الحق، ما تدهنش ما تدهنش. ربنا حياتي بالنصر، حياتي بالنصر. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان وعائلتكم وأموال اقترفتموها والفلوس اللي خايفين عليها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وساعات يجي الخراب يضيع المحلات، وساعات يجي الخراب يضيع العربيات اللي في الشارع، وساعات يجي الخراب يضيع الأموال اللي في البنوك. خايف على إيه؟ خايف على الدنيا؟ ما أنت هتمشي وتسيبها. خايف على إيه؟ خليك مع ربنا عشان لما تموت تموت شهيد، تموت صح. لكن المال اللي أنت خايف عليه ده ممكن يبهدلك، والسكن بتاعك ده ممكن يقع. والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله نلتقي في روضة القرآن في حلقات قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي